يطالب العديد من حلفي ولاية برج بوعريريج الجهات المسؤولة الالتفات إليهم قصد النهوض بالحرف وإيجاد حلول بديلة لتسويق منتوجاتهم بهدف الخروج من أزمة تكدس منتوجهم بتوفير فضاءات دائمة لعرض وبيع المنتوجات الحرفية، إضافة إلى البحث عن سبل الترويج للمنتوج والتسويق له. المزيد في تغطية الزميل عبد المالك رفيس مرة أخرى. زهرة محضرة التوابل، متحصلة على دبلوم دولة في الخلطة هذه، وهي هي جديدة في أسواق الجزائر وخارج الجزائر، وهي مختصة خاصة بالطبخ العصري والتقليدي خاصة، وهي نوعية جيدة تحسن في ذوق الأطباق. نحاول باش نسوقوا بأقرب وقت في بلادنا، وما ونطلب من السلطات تعاوني او مديريه التجاره باش تعاوني في التسويق هذا المنتوج كيما هذا. حرفيه من البرج، جيت باش اليوم باش نحطوا المنتوجات تاعنا، وماذا بينا ان شاء الله الدوله تزيد تدعمنا بمعارض اخرى باش احنا ثاني نزيدوا نوريوا الاعمال تاعنا والمنتوجات تاعنا. انا لهنا مشاركه في المعرض تاع الغرفه الحرفيه على اساس باش نوري المنتوج نتاعي وباش نشاركوا ان شاء الله في فضاءات ويكثر المنتوج. انا طالبه جامعيه متحصله على شهاده ماستر في الاقتصاد النقدي والبنكي، في نفس الوقت عندي شهاده في خياطه الالبسه ولا تصميم الازياء، عندي منتوجات في تصميم في صناعه الملابس، وان شاء الله نلقى كشما القاء لترويج المنتوج تاعي. معكم طالبه صديره بس ما طالبه جامعيه في العلوم البيولوجيه وحرفيه في صناعه مواد التجميل الطبيعيه والصابون الطبيعي. كان عندي ميول لهذه الصناعات التقليدية وخاصة مواد التجميل، لذلك طورت روحي ودرت العديد من الدورات التكوينية، تعلمت منهم بزاف وقدمت منتوجات طبيعية تجميلية وصابون طبيعي تقليدي بلمسات عصرية بدون إضافات كيميائية. في هذا المنتوج نتمنى أنه السلطات المحلية والعليا أنه تلتفت ليه ويكون كاين عنده اهتمام ونسوقه. أنا طالبة الحبيبي آية، طالبة جامعية حرفية في السيراميك، نتمنى من السلطات تنتبه للحرفيين أكثر ويعطينا مجال للتسويق وباش نلحقوا هذه المنتجات للناس. الحرفية بالأحسن لويزا، حرفية في صناعة الشموع وصناعة الصابون الطبيعي، صابون بكل أنواعه، صابون صلب، صابون غليسيرين وصابون البلدي، يعني المادة الأولية تاعنا من الجزائر.